في 2014 في كأس العالم 2014 قلت أن ليونيل ميسي مش من المستحق أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم، هل هذا الحديث وقتها كان صحيحا؟ لا لا اسمع، البالون دور هي جائزة تكريمية وقد وجدت في باريس وتنظم منذ أعوام عديدة، فبالتالي منظومة البالون دور أو فرانس فوتبول هي من جريدة فرانس فوتبول، هم قد رأوا أن البالون دور في زيورخ ستكون مؤثرة أكبر، وبعد ذلك كان لديهم رئيس جديد وكان لديهم عقد رعاية جديد يربط بالون دور بالفيفا وتم نقلها إلى لندن. لذلك الآن البالون دور عادت لهذه الصحيفة وهم مسؤولون عن ذلك، فبالتالي أنهم يستخدمون الآن اسم بالون دور، ولكن الأمر عائد ليس باختيار الفيفا وإنما عائد إلى هذه الجريدة الفرنسية وهم المسؤولون عن هذا الاختيار. نعم البالون دور لازالت موجودة، ولكن للأسف قد تم اختطافها أو انتزاعها من تحت يد الفيفا، فبالتالي لم ولن تكون أمرا خاص بالفيفا ولكن لها اعتبارات أخرى.